لمناقشة مآلات تسريب مئات شهادات الوفاة لسوريين مخفيين قسريا تم اعتقالهم في وقت سابق على يد عناصر النظام والميليشيات، ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة أنطاكيا الناشط الحقوقي رضا سطيف. أستاذ رضا، مرحبا بكم. الشبكة السورية لحقوق الإنسان كشفت عن حصولها على ما يقرب من 547 بيان وفاة لمخفيين قسريا من المدنيين لدى النظام السوري. من الناحية القانونية، على ما يترتب إظهار شهادات الوفاة لهؤلاء الضحايا؟ أسعد الله أوقاتكم. أهلا بك سيدي. طبعا هذا الأمر على مدى العشر سنوات السابقة. أنا أعتقد وحسب الإحصائيات التي تمت خلال السنوات السابقة بأن هذا العدد نوعا ما مقبول مقارنة بالسنوات السابقة التي كانت ذروتها في عام 2013 و14. نعم. وبين ال 17 و 18 كان هناك أرقام خيالية لحد هذه اللحظة، هناك مجهولين المصير بالآلاف. نعم. وأتوقع يعني ناقشنا بحلقة سابقة هذا الأمر بالنسبة للأعداد المختفين. بالنسبة للمصير المعتقلين، نعم، هذا أو المختفين، هذا المصير الطبيعي لأي مختفي أو معتقل. أنا سبق وذكرت بأن كل معتقل أو مختفي لدى النظام هو ميت حتى يثبت العكس. فمن يدخل لديهم إن لم يمت بالإعدام يموت بالتعذيب، إن لم يمت بالتعذيب بالتجويع بالمرض بالإهانات من البرد والحر، فكل هذا موجود في المعتقلات. وهي لا حقيقة ليست معتقلات، هي مسالخ بشرية بإمكاننا أن نسميها التسمية الحقيقية، أو هي أماكن إعدام جماعي. وهذا ما كان يحصل في سجن صيدنايا من خلال روايات المنشقين. كان يتم في يومين في الأسبوع يتم استدعاء المعتقلين على أنهم سيتم نقلهم إلى سجن آخر في الساعة الثانية صباحا. طيب. إلى ساحة السجن بحضور النائب العسكري الذي يتولى الآن مدير إدارة القضاء العسكري محمد حسن كنجو. يتم الإعدام بشكل مباشر، قرارات جاهزة، ينادى بالأسماء فلان وفلان وفلان، حبال المشانق موجودة، يتم إعدامهم خلال ساعتين. يتم إعدام العدد المحدود 50 أو 60 شخص ويتم دفنهم بشكل جماعي. أستاذ رضا، بإصدار بيانات الوفاة، هل يحاول النظام أن يغطي على جرائم التغييب القسري وبالتالي يخفي الأسباب الحقيقية لوفاة الضحايا داخل السجون والمعتقلات؟ سيدي، نعم، هناك شيء من هذا القبيل، لكن أنا من خلال معرفتي الدقيقة بالنظام وأجهزة النظام الأمني وتفكيرهم حيال الشعب أو حيال المعارضين له، ليس لديه مشكلة حتى إن لم يعلن عن المصير. لكن تفاديا للأيام في حال حصلت أي محاسبة أو سؤال، فنحن يكون لدينا الوثائق أو البيانات التي نصدرها بأننا نحن أبلغنا عن هذه الوفاة، وتمت الوفاة بأسباب مرضية أو بأسباب يتم تبريرها من خلال هذا النظام. لأن العديد من الحالات حصلت يتم معرفة الأهل بمصير أو أبنائهم من خلال مراجعة دوائر النفوذ. بالصدفة حصلت كذا مرة أن يتم الإبلاغ فلان ابنكم، نعم، وصلتنا شهادة الوفاة، فتكون كالصاعقة على مسامع. طيب. الأهل. طيب أستاذ رضا، تعتقد أن النظام السوري سيشرع بتعويض عائلات المغيبين المعلن عن وفاتهم؟ تعتقد ذلك؟ طبعا لا سيدي، فهو لم يعوض قتلاه في الحروب. ما عوضه لقتلاه في الحروب كانت هي عبارة عن ساعة حائط لا يتجاوز ثمنها الدولارين، أو صندوق من البرتقال، أو رأس من الماعز أو الأغنام. هذه الحقيقة الواقعية لديهم يعني. فماذا سيعوض؟ وهو من قتل، وهو من شرد، وهو من عذب، سيعوض من فعل بهم ذلك؟ هذا الأمر قطعا لا. نعم. أستاذ رضا، تقرير الشبكة طالب مجلس الأمن الدولي بعقد اجتماع طارئ، وذلك من أجل مناقشة ما كشفت عنه الشبكة لإدانة النظام وبالتالي إرغامه على معرفة مصير المغيبين. هل سنشهد تحركا من نوع آخر من قبل المجتمع الدولي؟ طبعا جزء
جهود الشبكة السورية لحقوق الإنسان وكافة العاملين في حقوق الإنسان من سوريين أو غيرهم في الملف السوري مشكورين جدا على هذه الجهود، لكن حقيقة المجتمع الدولي خيب ظننا كثيرا وأفقدنا الأمل به نهائيا. ماذا سينفعنا إن اجتمع مجلس أمن إذا كان قراره سيولد ميت؟ ماذا حتى لو صدر القرار؟ ما نفعتنا القرارات السابقة، قرار أو قانون قيصر الذي كان بدعم من الولايات المتحدة، ماذا كيف تم تنفيذه؟ تم تجاوزه وتمييعه بأبسط الأسباب. قانون مكافحة المخدرات وتهريب الحبوب التي اتخذها النظام حاليا تجارة أصبحت على مستوى العالم، سيتم كحاله وكحال باقي القوانين، سيتم تمييعه وأفراغه من مضمونه بأبسط الطرق والأساليب والتهرب منه. أستاذ رضا، فيما يخص قرار العفو الجديد الذي أصدره بشار الأسد، هو طبعا سبق وأصدر قرارات عفو عن الجرائم، ولكن هناك من يرى أن جميع هذه القرارات ما هي إلا محاولات لتلميع صورة النظام أمام المجتمع الدولي، كيف رأيتم ذلك؟ قوانين العفو التي يصدرها الأسد هي ذاتها منذ بداية الثورة السورية يتم إصدار العفو لاستدراج أكبر عدد من المعارضين أو الأشخاص الذين نوعا ما لديهم ظن الخير ليتم اعتقالهم، كما حصل في العفو السابق شابين من حمص هو نزلوا من تركيا إلى حمص في أول حاجز للأمن، تم اعتقالهم ليعلن في اليوم التالي تماما عن وفاة أحدهما والثاني بقي قيد الاعتقال ومجهول المصير، لا أعلم إن كان تم الإعلان عن مصير أو حتى الآن مجهول المصير. هذه قوانين العفو لدى النظام، تلميع صورة النظام، ماذا سيلمع النظام؟ صورة النظام كسرت ولا يصلح إلا استبدال هذا النظام واستبدال هذه الصورة نهائيا، فالتلميع لا ينفع في هذه الجرائم وهذه الأفعال التي قام بها. من مدينة أنطاكيا الناشط الحقوقي رضا سطيف، شكرا جزيلا لكم.